السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنكمل نظرية الطلب وناخد هنا موضوع جديد وهو مرونة الطلب السعرية. أول حاجة هنتناول في هذا الفصل مفهوم مرونة الطلب السعرية، قياس مرونة الطلب السعرية، أنواع مرونة الطلب السعرية. بالنسبة لمفهوم مرونة الطلب السعرية، ده مقياس بيشير إلى مدى استجابة التغير النسبي في الكمية المطلوبة نتيجة التغير النسبي في الثمن، وذلك مع افتراض بقاء العوامل الأخرى على حالها. يعني عاوز أعرف إيه اللي هيحصل في الكمية المطلوبة نتيجة التغير في السعر، يعني أشوف نسبة الاستجابة. يعني مثلا لو أنا جيت قلت لك أنا هرفع السعر بنسبة معينة على المستهلك، لازم أشوف رد فعل المستهلك، فأشوف نسبة استجابته بقى بالنسبة للتغير في الكمية المطلوبة، هل هي كبيرة ولا قليلة ولا لا. أنواع مرونة الطلب السعرية، أنا في عندي 5 حالات في مرونة الطلب السعرية. أول حاجة طلب كبير المرونة، وهنا لو جيت أقيسه مرونة الطلب بتكون أكبر من 1 صحيح، وده معناه إيه؟ إن التغير النسبي في الكمية المطلوبة يكون أكبر من التغير النسبي في السعر، وهنا منحنى الطلب كبير المرونة بيكون مائل ناحية المحور الأفقي. بمعنى ايه؟ يعني لو انا جيت قلت لك هرفع السعر بنسبة 5%، انت هتقول لي هقلل الكمية بنسبة اكبر بكتير، بنسبة 50% مثلا، فده معناه ان طلبك كبير المرونة، يعني التغير النسبي في الكمية اكبر من التغير النسبي في السعر، وذلك كما هو موضح بالشكل التالي: منحنى الطلب مائل اكتر ناحية المحور الأفقي، محور الكمية، فنجد ان عند انخفاض الثمن من سي 1 لسي 2 هنجد ان الكمية هتزيد بنسبة اكبر من كاف 1 الى كاف 2. 2 طلب قليل مرونة، هنا مرونة الطلب أقل من 1 صحيح، وده معناه إن التغير النسبي في الكمية المطلوبة أقل من التغير النسبي في الثمن، ولذلك بيكون منحنى الطلب مائل ناحية المحور الرأسي. وفي الحالة ديت أنا لو جيت قلت لك هغير السعر بنسبة مثلا 10%، أنت هتقول لي الكمية بنسبة أقل، بنسبة 1% 2%، فده معناه إن طلبك أو استجابتك قليلة. وبالتالي لو جينا نعبر عنها يكون منحنى الطلب مائل ناحية المحور الرأسي. هنجد ادي اهو في الشكل ان السعر لما انخفض بنسبة كبيرة من سي 1 لسي 2، ده ادى الى زيادة الكمية بنسبة اقل من كاف 1 الى كاف 2. طلب متكافئ المرونة، مرونة الطلب بتساوي 1 صحيح، وتعني ان التغير النسبي في الكمية المطلوبة تساوي التغير النسبي في الثمن. ده معناه ايه؟ ان انا لو جيت اقول لك هغير السعر بنسبة 50%، انت هتقول لي هغير الكمية بنفس النسبة 50%، يعني استجابتك متساوية مع التغير في السعر. ومنحنى الطلب هنا بيكون واقع بين المحورين الرأسي والأفقي، وده معناه في الشكل اللي أمامنا إن لو السعر انخفض بنسبة معينة من سي 1 لسي 2، هجد إن الكمية لازم تزيد بنفس النسبة من كاف 1 إلى كاف 2. طلب عديم المرونة، وهنا مرونة الطلب بتساوي 0، ده معناه إن مفيش أي استجابة نتيجة التغير في السعر، يعني هنا الكمية المطلوبة بتفضل ثابتة مهما تغير السعر. أنا بقول لك هرفع أو أقلل السعر، أنت تقول لي هشتري نفس الكمية، مفيش أي استجابة من المستهلك هنا. فهنا في الحالة ديت منحنى الطلب بيبقى خط مستقيم عمودي وموازي للمحور الرأسي، فنجد هنا في الشكل اللي أمامنا إن السعر زاد من سي 1 لسي 2 أو انخفض من سي 1 لسي 3، الكمية المطلوبة ثابتة زي ما هي عند كاف. آخر نوع هو طلب لانهاء المرونة، ومرونة الطلب هنا بتساوي ما لا نهاية. وفي الطلب اللا نهائي المرونة، ده معناه إن الكمية ممكن تتغير حتى لو كان السعر ثابت، يعني السعر ثابت ولكن ممكن أنا أزود الكمية أو أقلل الكمية، مفيش مشاكل. وهنا منحنى الطلب بيبقى خط مستقيم موازي للمحور الأفقي كما بالشكل التالي. هنجد ان منحنى الطلب اهو خط مستقيم، السعر ثابت عندي عند سي 1، وعلى الرغم من ان السعر ثابت الكمية ممكن تزيد او تقل من كاف 1 لكاف 2 او من كاف 1 لكاف 3. وبكده يبقى احنا خلصنا موضوع مرونة الطلب السعرية، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.